The force F has a magnitude of 6 kN and has the indicated line of action. Write the unit vector n associated with F and use n to determine the x and y scalar components of F. هذا السؤال مختلف طريقته شوية. مطيني هذا قوة 6 kN ومطيني نقطة بدايته ونقطة نهايته. مطيني نقطة A سالب 3/7 والنقطة B بعشرة بسالب 8. قايل لي احسب النورمال فيكتور n واستخدمه بعدين حتى تحسب الاف. هذه لازم ترجع لخواص الفيكتور. النورمال فيكتور هو يساوي الفيكتور الاعتيادي على اللينث مال هذا الفيكتور. واللينث مال اي فيكتور هو تحت الجذر مجموع مربعات الكومبوننت. بالتالي بالبداية لو اريد احسب الفيكتور الاعتيادي مجرد الى انه اقول نقطة النهاية ناقص نقطة البداية. إذا 10 ناقص ناقص 3 أضربها في الآي وناقص 8 ناقص 7 أضربها في الجي، هذا هو الفكتر، ومن ثم أقسمه على لينث مال هذا الفكتر. إذا النورمال فكتر يساوي الفكتر على لينث مالته، 10 ناقص ناقص 3 في الآي وناقص 8 ناقص 7 في الجي، أقسمه على تحت الجذر مجموع مربعات الكومبوننت. الكومبوننت الأول هذا أربعه والكومبوننت الثاني أربعه وأجمعهم وأخليهم تحت الجذر. إذا هنا أنا 10 زائد 3 هو 13 ناقص 8 ناقص 5 ناقص 15، ل 13 يصير تربيع وناقص 15 يصير تربيع، من نتيجة طلع لي هذا المقدار. هذا هو النورمال فيكتور مقداره بالإكس وبالواي. نقارنه بالصيغة القياسية n يساوي nx في الاي زائد ny في الجي. إذا nx يطلع لي هذه القيمة 0.655، هذه مركبة الأفقية وهذه مركبة العمودية. بعدها يقول استخدم هذا النورمال فيكتور حتى تحسب القوة. بما أنه أنا حسبت النورمال فيكتور فمجرد أنه القوة الأصلية أضربها في النورمال فيكتور مع X component فينطيني الـ X component من القوة، يعني Fx تساوي الـ F في الـ Nx. عندي أنا الـ Nx استخرجته اللي هو النورمال فيكتور بالx كومبوننت اضربه في مقدار القوة الاصلية f اللي هو 1250، يطلع عندي ال fx. وال fy مقدار القوة الاصلية واضربه في ال ny اللي هو سالب 0.755 اضربه في 1250، طلع لي هذا المقدار.